السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في كوف دوت تول. أداة قوية جدا أونلاين، استخدامها سهل جدا زي ما تشوف مع بعض. بتعمل أناليسز، بتعمل تصميم سهل جدا التعديل فيه، كل الحاجات المعلومات هتلاقيها موجودة، تحليل لكل حاجة في الإضاءة في الشمس في كل حاجة. تقدر تضيف ناس كتيرة وتقدر تعمل معاهم شات وتناقشوا مع بعض بشكل سهل جدا وسلس، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض. في حاجات خاصة بالتكييف، في حاجات خاصة بالكوست، في حاجات خاصة بالأداء، في حاجات خاصة بالكربون. ده مثلا الديزاين الجميل اللي هو بيقبل امتدادات الاوبجكت والاي دي اف والجي بي اكس ام ال، بيستورد ويصدر بسهل جدا، متكامل معاهم بشكل حلو. الديزاين زي ما انت شايف بترسم سهل جدا، هو بيبدا يعمل لك الروم ويبدا يجيب لك المساحه. لو انت عدلت بيعدل لك مش الغرفه دي بس، لا كمان الغرف اللي حواليها. شغل برماتيك، يعني ممكن تقول له مثلا الشباك ده انا عايز اقسمه لاربع حتت، يبدا يقسمهم لك ويديك الانفورميشن في نفس الوقت عن الـ الباب او الشباك اللي انت عامله. طيب بعد كده نروح مثلا لللودنج موديلنج. خاص بالاتفاق. فتخيل ان انت بتعمل التصميم بتاع الشباك على المتصفح بتاعك من غير ما تسطب اي برامج خالص، فمن اي مكان في العالم بتقدر تدخل. يعني لو في كافي نت، معرفش الحاجات دي لسه موجوده ولا لا، بس ممكن تدخل من اي مكان وتدخل، فتقدر تعمل تغير السايز، تقدر تعمل كوردينيشن، تقدر تغير المعلومات كلها، تشوف المكان معين وهو يديك اناليسيس للمونثلي سايت اند يوز بريك داون. هنشوف الحاجات دي كلها مع بعض ان شاء الله. دي اداه برضو اناليسيس، فهيوفر لك الوقت ويوفر لك التكلفه، والكولابريشن بتاعه سهل جدا، لان ممكن انت بتعمل الاناليسيس في نفس الوقت الشخص بيطلع على المعلومات اللي موجوده، فبتوفر وقت وتقدر ان انت تعمل معاه شات في نفس الوقت حتى لو هو في شركه تانية، ويقدر يعمل لك سن اور اناليسيس، كلايمت اناليسيس. يقدر يحدد لك التكلفه هتبقى قد ايه، طيب تعال نشوف الأداة نفسها. أو ده لو أنت تبدأ مشروع جديد أو عندك تمبليت بدل ما تقعد تبدأ من الصفر، أو نيو فولدر، أو في مشاريع موجودة أصلا في قلب الأداة. دي الإعدادات الأساسية اللي موجودة. بيقول لي بقى المشروع، بيبدأ يقول لي إن هو مثلا سنجل فاميلي هوم مثلا. تمام، لما بتكون لسه تبدا المشروع بيبقى من حقك ان انت تختار، وممكن تعمل ايديت. طيب انا ممكن اقول له عايز اكمل هنا، نقول له مثلا عايزين بالمتريك الانرجي كود اللي انت تشتغل بيه، القش اهوت، تبدا تختار انهي اصدار من القش اللي انت تشتغل عليه واللوكيشن.
هنا بيقول لي 3 دي موديل اللي هي من هنا، ثاني واحده 3 دي موديل تقدر تعمل ابلود للجيومتري، بيقبل من ريفت وبيقبل سكتش اب والراينو وبيقبل من جراس هوبر وبيقبل من الاركي كاد، كل الحاجات دي بيقبل منها بدون مشاكل خالص. وبيحدد لي بقى الارتفاع، بيحدد الروف الفلور اريا قد ايه، كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها تقدر ان انت تحصل عليها على طول. ده من الموديل 3 دي او مانوال بقى تبدا تكتب انت المعلومات. تمام، ممكن نروح للدروينج تول، وده سهل جدا اونلاين تبدا ترسم كل اللي انت عايزه. زي ما انت شايف بيديك المعلومات الفلور قد ايه، البيلدينج اليمنت اللي موجوده. لو انا عايز ارسم هروح قايل له مثلا اداه الوله اهيت، وتبدا ترسم زي ما انت عايز اهو. عايز اعمل زوم شويه، وانت بترسم هو بيديك الارقام، فتقدر ان انت تعدل الارقام زي ما انت عايز. وهنا ممكن تشغل تقول له انا عايز الجريد معايا، يبدا يحط لك الجريد. انا عايز الاوبجكت سناب، يبدا يفعله لك برده معاك وانت بترسم. عايز ارسم مثلا ريكتانجل مره واحده، عايز اشوف المشروع 3 دي فيور، فيغيره لك بالشكل دوت. ممكن تقول له طب انا عايز ارسم مثلا دور اهوت، فبتسحب وتبدا تحط. خلي بالك انا مش مسطب ولا برنامج، تمام، هو كله اونلاين. طيب عايز اوبننج، فتبدا تحط الاوبننج اللي انت عايزها. خلينا نعمل سيلكت مثلا للباب دوت، يبدا يجيب لك السيلكت، يقول لك الوتس قد ايه، فتقدر تغير زي ما انت عايز. اول ما غيرت الباب اتغير، الفريم كولر عايز تغيره، الاوفست اي والاوفست بي تقدر ان انت تعدل فيهم، تقدر تعدل في الديبس، في الفاين، في كل الحاجات اللي انت عايز تعدل فيها تقدر ان انت تعدل فيها على طول. وممكن تقدر تعدل في 3 دي كمان، واللي انت بتعدله بيظهر معاك على طول. تمام، بيبدا يقول لك انت عايز تخلي الفاين ستارت من ليفت ولا من رايت، عايز الاوفر هانج ستارت هيبقى من بوتوم ولا من توب، في مليون ولا مفيش، تقدر تغير تزود زي ما انت عايز بان انت بتسحب الماوس. فالموضوع بيبقى سهل جدا ويعني ممتع. ده بقى الاناليسيس، فتح لي الصفحه ديت، يقول لي معلومات عن الاناليسيس. في برضه ان انت تعمل شات مع الناس، كولابريشن، تقدر اي معلومه عايز تشاركها مع الناس تبدا ان انت تكتب لهم ويظهر معاهم، يقدر يقول لك التيم بتاعك مين اللي موجود. فتقدر مثلا الكونتراكتور هتضيف حد مثلا معين، السي او 2 ده طبعا ناس كتيره مهتمه جدا بيه، فكويس ان في دورز. خلينا اقول له ليف. بيقول لي بقى الحاجات الادفانسد دي يبقى لازم يبقى ليك حساب. الكرنت بلان بتاعتي يعني ربنا امر بالستر. يعني في المجمل من الادوات القويه جدا اللي عجبت الواحد، هنحاول ان شاء الله نشوف نسخه كده بفلوس ونشرحها ان شاء الله.